تخيل أن تستطيع بناء منزلك من البطاطا والدم، لكن كيف ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة تتحدث عن ابتكار علمي غريب ومدهش من جامعة مانشستر في بريطانيا. فقد ابتكر العلماء خرسانة جديدة أطلقوا عليها اسم ستار كريدي، وهي تعتمد بشكل أساسي على نشاء البطاطا، إذ اعتبروه الحل الأمثل لنقل المواد الثقيلة إلى الكوكب الأحمر المريخ، حيث يمكن لرواد الفضاء إنتاجها من المواد المتوفرة هناك. ولم تكن البطاطا هي المكون الوحيد الذي استخدمه الباحثون لبناء الخرسانة، إنما أضافوا إليها الدم واللعاب والدموع. فالدم يحتوي على بروتين يعمل كغراء قوي، واللعاب يحتوي على أنزيم يحسن من خصائص الغراء، أما الدموع فتساعد على تعديل درجة الحموضة، عدا عن تذكيرهم بمن تركوهم على الأرض. علما أن العلماء سابقا كانوا يستخدمون حرير العنكبوت الاصطناعي كغراء ومادة رابطة، لكنهم وجدوا بالصدفة أن بروتينا في الدم يعمل بشكل أفضل. ويمكن لنشاء البطاطا أن يشكل كميات جيدة من الغراء، إذ أن 25 كيلوغراما من البطاطا المجففة تصنع ما يقرب من 213 طوبة بناء، علما أن المنزل العادي يحتاج إلى 7500 طوبة. فهل تستطيع تخيل كم من البطاطا والدموع المنهمرة لبناء هذه المنازل؟ لا يقتصر تأثير هذه الدراسة على المريخ فقط، بل يعتقد الباحثون أن هذه الأحجار ستكون بدائلا للخرسانات الإسمنتية على الأرض أيضا، إذ إن إنتاج الخرسان التقليدي يؤدي لانبعاثات ضارة بالبيئة بنسبة 8%، بينما ستار كريتي تصنع في ظروف حميدة وصديقة للطبيعة. ولكن الآن، هل ستكون هذه المادة قوية ومقاومة للظروف القاسية على المريخ؟ وهل سيوافق الناس أصلا على استخدام مواد حيوية في بناء منازلهم؟